كابتن حمدي الصافي طبعا حضرتك قضيت عدد من السنوات تقريبا، لو ما خانتنيش الذاكره، مع فريق السيدات 8 سنوات تقريبا، 9 مواسم 9 مواسم. معلش يعني عدوا علينا والله العظيم هوا، لان ما شاء الله كانت الانجازات فيها كبيره جدا، وخدت عدد بطولات كبير جدا جدا الحمد لله، ونجحت باقتدار حتى يعني السنه اللي فاتت دوري، يعني واخدين بطوله الدوري في اصعب سنه مرت على كره السله كره الطائره سيدات في التاريخ. النهارده النادي الاهلي قال لك يا كابتن حمدي انا محتاج لك في مكان معين، مدير قطاع الناشئين والناشئات، والمكان ده صعب جدا 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 جدا. عايز اعرف راي حضرتك، وبعد ما توليت المسؤوليه بشهر وهو او شهرين بخلاص تدريب، شايف الدنيا ازاي؟ شايف المسؤوليه ازاي يا كابتن؟ هو في البدايه طبعا لما عرض عليا الكابتن خالد العوضي البوزيشن الجديد، انا الحقيقه يعني في الاول كنت مخطوف شويه، يعني ما كانش في دماغي البوزيشن ده، عارف البوزيشن ده يعني تقيل ومحتاج طبيعه معينه، جزء اداري وجزء فني، يعني انت عارف صحيح. كمدير فني فريق بيبقى اسهل كتير ان انت مسؤول عن فرقه واحده، مشاكلها، تدريباتها، برنامجها، انما مسؤول عن 19 فريق دي حاجه صعبه صحيح. جدا صحيح. كل مشاكلهم باولياء امورهم بالمدربين بتوعهم، لا الموضوع مش سهل خالص يعني. انا بشوف حضرتك في الملعب يا كابتن قاعد من الصبح لغايه بالليل. طب يعني انا كنت طبعا قبل كده كنت ببقى موجود في فتره تدريباتي، قبلها بساعه بعدها بساعه، لا دلوقتي غالبا يعني معظم الايام ببقى موجود من الساعه 2 لحد بالليل خالص يعني. طب كابتن حمدي انت عودتنا دايما لما بتبقى في اي مكان، حتى حضرتك لاعب واحترافك في روسيا والقصه دي كلها، دايما بيبقى لك هدف اكيد طبعا، وبتحط الهدف بتاعك وبتشتغل عليه، وما بتبصش وما بتسمعش وما لكش دعوه بحاجه، انت مركز في شغلك بامان. تمام. ايه الهدف اللي انت حطيته لنفسك مع اول ما وافقت على تولي هذا المنصب؟ بص يا كابتن هيثم هبقى صريح معاك، القطاع مش احسن حاجه، او انا استلمت القطاع مش احسن حاجه. بطوله واحده من حوالي 7-8 بطولات في الموسم. نعم. مفيش لعيبه كتيره بتطلع الدرجه الاولى، ودوت طبعا مش عيب في الجهاز اللي قبل مني، انا بشكرهم جدا الجهاز اللي قبل مني عملوا اللي عليهم، لا المشكله يعني على فترات زمنيه، يعني المشكله متواجده من فترات زمنيه، متوارثه من فتره، تراكمات من كذا موسم ورا بعض، حصل قوانين طلعت طبعا اثرت على النادي الاهلي، عدم انتقال الناشئين والناشئات ده طبعا اثر علينا، ما فيش دعم خالص، بقى لنا حوالي 3 مواسم ما فيش دعم، شغالين على الولاد بتوعنا بس، فطبعا ده اثر على القطاع طبعا تماما. انا لما جيت طبعا المسؤوليه ديت كنت حاطط هدف لنفسي ان انا اعيد ترتيب القطاع من اول وجديد، طبعا الموضوع ده مش هيظهر الاثار بتاعته بين يوم وليله، لازم هياخد وقت، بس انا حاطط لنفسي في اول موسم هدف معين ان انا هركز على بطولات معينه لازم انافس عليها واجيبها ان شاء الله للنادي الاهلي. تاني حاجه ان احنا ابتدينا الشغل بتاع الصغيرين شويه، اللي هو ال10 وال11 وال12 وال13، ده انت بادئ من بدري قوي، لا لا بادئ من تحت خالص، حاطط هدف الناس ديت في خلال 3 4 سنين ان شاء الله باذن الله هتلاقوا اجيال للنادي الاهلي مختلفه تماما، من ناحيه الطول، من ناحيه المواصفات بتاعه الكره الطايره، ركزنا جدا في الاجيال ديت ان احنا ننقي لعيبه مواصفات كره طايره كره طايره، يعني اتفرج على فريق ال13 بتاعنا ما شاء الله في اطوال حلوه، فريق ال12 ولاد وبنات، ولا ركزنا قوي في المراحل السنيه دي ان احنا نشتغل لمستقبل النادي الاهلي. الحمد لله ربنا وفقنا، نزلنا الاكاديميات بتاعتنا من بره النادي، لو في عنصر ولا اتنين بيجوا في السن ده ممكن نجيبه برده ما فيش مشكله، فده في السن الصغير اشتغلنا على الكلام ده. في الفرق البطوله بقى مركزين جدا على فرق البطوله ان احنا ندعمهم، جايبين لهم مدربين ما شاء الله عليهم، يعني مدربين كويسين جدا، شغالين ان شاء الله باذن الله ان احنا هننافس على كل البطولات، يعني انا حاطط في دماغي ان شاء الله باذن الله انافس على كل البطولات، ربنا كرمني بثلاثه باربعه بخمسه منهم، دي حاجه تبقى كويسه جدا، خاصه في اخر كام سنه عدد البطولات قليل جدا بالنسبه لقطاع الطايره يعني في الولاد والبنات. انا بشكرك على صراحتك يا كابتن، والحقيقه الصدق مع النفس اكيد طبعا ده اول درجات النجاح، يعني حضرتك صادق مع نفسك وعارف المشاكل في القطاع معترف بيها طبعا، ودي حاجه يعني انا عشان اوصل للي عايزه لازم ابقى عارف انا واقف فين طبعا. لو خلينا الدنيا ورديه والدنيا حلوه واحنا هنبص انا كمان, أنا كمان حبيت ابتدي من يعني من تقريبا من الصفر، يعني بادئ من الصفر وده صح، لازم يعني ما حبيتش ان انا ايه ادي علاجات اللي هي مؤقته والحاجات دي، لا حبيت ابتدي علاج من الصفر بناء على اساس سليم لازم كان يتم،
حتى لو انا مش موجود اللي يجي بعديه لازم يكمل الكلام دوت، عشان في خلال سنتين ثلاثة أربعة بالكتير قوي هنلاقي اجيال طالعه للنادي الاهلي ممتازه جدا بمواصفات يعني زي زمان. احنا النادي زمان كان يعني من فتره مش زمان قوي يعني كان كنا سنين. تقريبا في اول سنتين ليا او ثلاثه كنت مدير فني الدرجه الاولى والقطاع كله صحيح. كان تقريبا واخدين الثمان بطولات بتاعت القطاع ولاد وبنات صحيح. فاحنا عاوزين نرجع للايام ديت ان شاء الله باذن الله. هدف الثاني بتاعنا ان انا اقدر اطلع للدرجه الاولى اولاد وسيدات لعيبه تقدر تشيل المسؤوليه. عدد اللعيبه اللي بتطلع كان قليل جدا. احنا حاطين هدف في الفتره الجايه باذن الله بالتعاون مع الكابتن ابراهيم فخر الدين مدير فني السيدات والمدرب الاسباني للرجال عاملين قعدنا معاهم واتكلمنا ان احنا عاوزين الفرقتين اللي تحت الدرجه الاولى يلعبوا بنفس سيستم الدرجه الاولى. يعني الحقيقه كابتن في تنسيق مع كابتن ابراهيم كان متعاون جدا معايا في الحته ديت. اخذنا معظم فريق ال17 ومعظم فريق 19 في الفتره اللي فاتت دي كمان ساعدنا ان اللعيبه الدوليه ما كانتش موجوده ابتدوا يتمرنوا على سيستم الدرجه الاولى وكل اللي هيعملوه لعيبه الدرجه الاولى. لو جبنا اي لعيب دلوقتي معظم اللعيبه من 17 او 19 حافظين هيعملوا ايه في الدرجه الاولى. وفي بنات منهم عجبوا الكابتن ابراهيم وشغالين معاه باستمرار يعني اخذهم معاه في الدرجه الاولى فعلا. طب ده حاجه جيده يعني. بص حضرتك ما شاء الله عليك محدد هدفك الفوز وحصد اكتر بطولات. مش معنى ان انا ببني قطاع من جديد ان انا يبقى مبرر ليا ان انا ما افوزش. انت بتقول هقاتل على كل بطوله هقدر اخد اي بطوله اقدر اخدها بس في نفس الوقت انا عايز اطلع اجيال واجيال كمان تبقى طالعه الدرجه الاولى. يعني بص حضرتك يعني حطيت لنفسك خطه وبلان. واللي عجبني في كلامك يا كابتن حمدي كمان انت عايز تعمل سيستم. يعني حضرتك قلت كلمه كويسه لو في يوم من الايام سبت القطاع اللي هيجي ورايا اللي يجي يكمل ليه؟ لان حضرتك بتحط سيستم دلوقتي. طيب في موضوع شائك شويه يا كابتن حمدي واسمح لي اتكلم فيه. لا الا وهو طبعا كل اولياء الامور طبعا ليهم دور كبير جدا اكيد, طبعًا أكيد طبعًا. ومفيش لعيب بيبقى كويس من غير ولي امره اكيد طبعا. ولكن يعني الفتره اللي فاتت مش في الكره الطائره في كل الالعاب كل طبعا كل حته بيبقى في خوف بزياده من ولي الامر بيبقى من منطلق انه حريص على ابنه بيحاول يبقى في نوع من انواع الضغوط على المدربين. وحضرتك طبعا يعني استاذنا وعارف ان الموضوع ده موجود في كل حته. تعاملت مع ده ازاي؟ ضغوط اولياء الامور دايما ولي الامر شايف ابنه احسن او بنته احسن لاعبه في الدنيا. بتتعامل مع ده ازاي بما لا يتعارض مع مصلحه النادي الاهلي؟ بص انا اول ما جيت الموضوع ده كان شاغل دماغي جدا ان انا عاوز اعمل تقييم للاولاد والبنات بحيث التقييم ده يبقى معبر عن المستوى الحقيقي للولد او البنت صح. بدون تدخل مننا. يعني انا عملت لجنه تقييم لكل الفرق بس حبيت ان انا كجهاز فني ما بقاش متدخل في التقييم ده او ما بيعبرش عن رايي الشخصي. مش عايز التقييم عشان يبقى ايه يبقى اللاعب داخل روح. التقييم بايده. طب اللجنه دي من مجموعه مدربين في النادي ولا جبت خارجين؟ لا اللجنه كان انا والكابتن وائل عايدي مساعد للاولاد والكابتن ياسر صلاح كابتن شريهان سامح والكابتن خالد ابراهيم مدرب الشباب عندنا ما شاء الله. عملنا لجنه حطينا طبعا اجتمعنا وقررنا ان احنا لازم الاختبارات تبقى بتعبر عن مستوى اللاعب الحقيقي. مش عاوزين احنا نقول ده كويس وده وحش لان طبعا ما حد بيقتنع بالاراء الشخصيه. لما لجنه من خمس كباتن كبار يستقروا اللاعب ده كويس يبقى اكيد ده كويس. ما بقى الموضوع بقى مش موضوع فرد او اتنين. احنا حطينا السيستم التقييم بدرجات بيحرزها اللاعب مجموعه من النقاط بيحرزها اللاعب بنفسه في كل مهاره في الارسال وفي الاستقبال وفي الضرب. وحطينا جزء للبدني حطينا اختبار بدني اول مره في قطاع الكره الطايره يبقى في اختبار بدني ليه درجات برضو ممتاز. في الاخر انت كلاعب بتجمع مجموعه من الدرجات في الاخر بيظهر التقييم بتاعك في مركزك نمره 1 نمره 2 3 4. لو عندي 10 في كل مركز ببقى عارف من 1 ل 10 مين. طب ده لقى قبول من اولياء الامور او من لان طبعا احنا بنبقى قاعدين في التمرين يا كابتن حضرتك عارف اولياء الامور بيبقوا قاعدين بره في المدرجات وده في اي حته مش في نادي الاهلي. ولكن انا بتكلم هنا عن قضيه حضرتك بتتعامل معاها. ده لقى قبول من اولياء الامور ورضا ان خلاص الموضوع بقى فير انف مفيش تدخل. محدش اعترض خالص. عملنا الاختبارات كله كان راضي تماما وعارف ان نتيجه ابنه هو قدراته معبره بشكل كبير باكثر من 95% عن قدراته سواء الفنيه او المهريه او البدنيه. نعم. الحمد لله الاختبارات طلعت طبعا والنتائج طبعا طلعت. اكيد طبعا بيبقى في بعض الشكاوى ما فيش استحاله حد يتفق على حد في بعضها بيبقى بنسبه 100% بس بنسبه 98% تقريبا الحمد لله يعني ما فيش مشاكل لان كل واحد عارف ابنه والحاجات متصوره فيديو كلها
ما شاء عندنا الله. الفيديوهات وعندنا الداتا وعندنا اللي طبعا بنشكر كابتن شرهان سامح طبعا قامت بدور كويس جدا في الاختبارات، تصوير الاختبارات والداتا والتحليل والكلام ده، فكله ارقام طالعه لكل لاعب بتعبر عن مستواه. ما فيش تدخل مننا خالص، ما فيش تقييم مننا خالص، بالعكس احنا سايبين كل واحد، ما فيش تقدير، كله ارقام. انت لاعب هتدخل تطلع ارقامك، فما فيش تدخل من اللجنه خالص، احنا مجرد احنا بنشرف وبنحسب لكل لاعب الارقام بتاعته. ممتاز يا كابتن بصراحه، يعني انت حليت ازمه كبيره جدا بصراحه في الموضوع ده.